حياكم الله بكل خير مشاهدي القاهرة الإخبارية، أهلا بكم إلى هذه التغطية للانتخابات الرئاسية المصرية، حيث يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية في 121 دولة. إذن هنا القاهرة الإخبارية، أهلا بكم معنا في هذه التغطية المستمرة معكم. أهلا أمل في البداية، أهلاً ونتابع معكم في هذه التغطية مع مراسل القاهرة الإخبارية آخر الاستعدادات التي تجري في السفارات والقنصليات لتصويت المصريين في الخارج في هذه الانتخابات. هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها مستمرة في التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية. كما أكدت الهيئة متابعتها المستمرة لفتح المقار الانتخابي بالخارج لاستقبال المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية. هذا وينضم إلينا العديد من مراسلي القاهرة الإخبارية في كل مكان حيث نتابع معهم الأجواء في هذه الانتخابات. نرحب بكل مراسلي القاهرة الإخبارية في هذا اليوم لهذه الانتخابات التي تستمر في هذه اللحظات في الخارج، أهلا بكم معنا جميعا في كل مكان. طيب، من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية معنا. أولا بعد التحية هبة، أهلك أن تحدثين عن الأجواء لديك في اللجان الانتخابية المختلفة في العراق، وكيف بدأ هذا اليوم وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات اللوجستية المقدمة لتذليل العقبات أمام الناخبين في مقار لجانهم الانتخابية؟ العراق من ضمن 137 يعني سفارة وقنصلية من 121 دولة. اليوم يعني كانت هناك استعدادات يوم أمس بشأن الانتخابات والاستحقاق الانتخابي للمصريين الموجودين في العراق، واليوم سوف يبدأ في تمام الساعة 9 صباحا من هذا اليوم سوف نكون متواجدين أمام القنصلية المصرية الموجودة في العراق في شارع الأميرات، وكذلك سوف يعني تكون هنالك أكيد أعداد كبيرة. بصراحة الجالية المصرية الموجودة في العراق يعني يبلغ عددها أكثر من 25,000 مصري موجود في بغداد وفي باقي المحافظات العراقية، وتعدد مجالاتهم من المهن الطب ويعني الهندسة والكثير من المهن الموجودة من المصريين الموجودين في العراق. فبالتالي اليوم ستكون هنالك زخم كبير في المراكز الاقتراع الموجودة في القنصلية في بغداد بسبب عطلة رسمية هي يوم الجمعة والسبت، حتى يكون اليوم السبت اليوم الأحد أيضا فيه سوف يكون اكتظاظ للمشاركين الجالية المصرية الموجودة في العراق. فبالتالي العملية والاستحقاق الانتخابي دائما تحث عليه السفارة المصرية في العراق وتحث مشاركيها بأن يأتوا لينتخبوا الاستحقاق الانتخابي من أجل مصر. حتى هناك أيضا كانت في الأيام السابقة ندوات ومؤتمرات تحث المشاركين والجالية المصرية في العراق لهذا الاستحقاق، وسوف يبدأ بعد أقل من ساعة الماراثون الانتخابي يعني في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية. طيب، وسوف يكون هنالك أيضا فترات يعني فترات من الساعة 9 صباحا إلى الساعة يعني 3 عصرا ومن الساعة 4 مساء إلى الساعة 9 سوف تفتح لمدة 3 أيام من اليوم، سوف تفتح في تمام الساعة 9 لحين يعني انتهاء آخر يوم هو اليوم الأحد. هبة، ماذا عن يعني الإجراءات اللوجستية؟ الإجراءات اللوجستية المقدمة للناخبين في العراق طبعا، نعم، من أجل يعني لو كان هناك أي مشاكل أي معوقات يمكن أن تذلل أو تقدم لهم كافة الخدمات بالنسبة لهؤلاء الذين يأتون للتصويت في اللجان.
يعني من قبل أسبوع، والاستعدادات اللوجستية على تم الاستعداد بصراحة، تم استكمالها بشكل كامل. يعني القنصلية الموجودة في العراق تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة للناخبين لإدلاء بأصواتهم اليوم، وكذلك حتى يعني كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لهم يعني مكانهم الخاص ليدلوا بأصواتهم بكل سلاسة وكل انسيابية من أجل هذا الاستحقاق ومن أجل هذا الماراثون الانتخابي، حتى السيدات الكبار، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال المنتخبين واستقبالهم وكيفية أيضا خروجهم بسلاسة وتأمين الحماية لهم من خلال الأجهزة الأمنية الموجودة في العراق لتأمين، ويكون حتى في القنصلية المصرية الموجودة في بغداد هناك إجراءات أمنية مشددة ومكثفة على القنصلية لأجل سلامة الناخبين الموجودين في بغداد. نعم، سوف نتابع معك في الساعات القادمة إجراءات الانتخابات الرئاسية في العراق. من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا هبة. وأيضا للمزيد ينضم إلينا من أثينا عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك عبد الستار. في تصريحات سابقة كان الحديث عن جالية لا بأس بها في اليونان، قرابة 40,000 مصري، ويبدو أن الاهتمام كبير بالانتخابات الرئاسية المصرية. كيف هي الأوضاع وكل التجهيزات عندك عبد الستار؟ نعم، تحياتي إليكما أمل وحساني ولسادة المشاهدين. كما تشاهدي أمل، أقف من أمام القنصلية المصرية وسط العاصمة اليونانية أثينا. هو مكان استراتيجي وسط العاصمة ومكان معروف جدا، في مبنى تابع للسلطات المصرية. هنا بعد أقل من ساعتين أمل سوف يتم استقبال الناخبين المصريين. نحن هنا التوقيت المحلي في أثينا الساعة 9 صباحا، سوف تستمر عملية استقبال الناخبين حتى 9 مساء، ولكن اليوم يوم جمعة وهناك يوم عمل عادي، ويتم يعني هناك من المنتظر أن يكون هناك ازدحام كبير جدا غدا وبعد غد السبت والأحد أيام العطلة. بالنسبة للجالية كما ذكرت أمل، هنا الجالية فعلا عدد كبير جدا، يعني يتراوح من كما ذكرت من 40,000 إلى 50,000 مواطن مصري يقيمون ويعملون في اليونان، ولكن أشير إلى أن يعني ليس الجميع يفطن أو يسكن هنا في العاصمة أثينا. هنا اليونان فيها جزر كثيرة جدا وأقاليم مختلفة بعيدة، ولكن الانتخابات يومي السبت والأحد سوف تتيح لعدد كبير منهم القدوم إلى أثينا أو إلى مقر القنصلية هنا للإدلاء بصوتهم في هذا الحدث الديمقراطي الذي ينتظروه خلال الأيام القليلة الماضية. كان هناك اجتماعات سواء داخل السفارة أو خارج السفارة بقيادة السفير رئيس اللجنة هنا في أثينا السفير عمر عامر وأعضاء البعثة الدبلوماسية مع المصريين، وكان هناك يعني حماس كبير جدا لدى أبناء الجالية المصرية للمشاركة في هذه الانتخابات والتصويت على التصويت هنا لأحد المرشحين الأربعة. نعم، شكرا على كل هذه المعلومات عبد الستار بركات، وسنكون معك بمزيد أكيد من التفاصيل والمعلومات في رسائل قادمة. عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من أثينا. ومن فرانكفورت غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية، بعد التحية غيث لك أن تحدثني عن الأجواء وتفاصيل ما يجري لديك، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات اللوجستية المقدمة هناك من أجل تصويت المصريين أو الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية لهذا العام. صباح الخير لك حساني ولزميلتنا أمل. بكل تأكيد ساعات قليلة تفصلنا على الاقتراع الأول لليوم الأول في هنا في القنصلية المصرية في فرانكفورت، حيث ذكر السيد القنصل العام هنا في مقاطعة هيسن بالتحديد في مدينة فرانكفورت على أن كل الاستعدادات وأيضا الإجراءات التي سوف تقدمها السفارة لتذليل الصعوبات عذرا على المواطنين من أبناء الجالية المصرية للذهاب لعمليات الاقتراع
تحدث معنا السيد القنصل العام بأن القنصلية المصرية هنا في مدينة فرانكفورت وضعت بعض من الأدوات التي تسهل على الجالية المصرية في عمليات الاقتراء من استخدام جواز للسفر المصري ساري النفاذ يحتوي به على الرقم القومي المصري بالإضافة إلى الهوية أو الرقم البطاقة الرقم القومي المصري سواء كانت منتهية الصلاحية أم غير منتهية الصلاحية على أن يثبت حامل هذه البطاقة محل تأييد سكنه في الأراضي المصرية بالإضافة إلى ذلك هنا خصصت لكبار السن مقاعد وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ذلك كل التجهيزات التي قامت بها التنسيقية العامة للانتخابات المستقلة في جمهورية مصر العربية بكل التجهيزات التي سوف تتيح للجالية المصرية للقدوم في عمليات التصويت والانتخابات بالإضافة إلى أن اليوم هو يوم عمل رسمي يتوقع السفارة المصرية والقنصلية المصرية في فرانكفورت بأن المواطنين سوف يأتون بعد صلاة الجمعة إلى مبنى القنصلية هنا في مدينة فرانكفورت أما يوم غد وبعد غد سوف تشهد اكتفاثا بالسكان كون أنها يوم عطلة رسمية في الأراضي الألمانية هذه القنصلية في فرانكفورت هي قنصلية هامة كونها سوف تغطي على العديد من المدن الجنوبية والشرقية بالإضافة إلى بعض المدن الفرنسية القريبة من مقاطعة هيسن حيث أنها سوف تقوم باستقبال أيضا المواطنين الساكنين في المناطق الفرنسية بالقرب من الأراضي الألمانية نعم حسان إذن بالضرورة سوف نكون معك في جديد التصويت في الساعات القادمة غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية أشكرك كنت معنا مباشرة من فرانكفورت وأيضا نتابع مع مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك ياسر نور الدين مرحبا بك ياسر ياسر ونحن نتحدث عن السفارات والقنصليات في جميع دول العالم واستعدادها للانتخابات الرئاسية المصرية وأيضا تواجد الجاليات كيف هو الاستعداد لديك في نيويورك أيضا وفي ولايات أخرى في أمريكا بداية صباحك خير أمل وحساني بالفعل كما تفضلت أمل ولاية نيويورك أو القنصلية العامة في ولاية نيويورك لها من الأهمية بمكان أمل حيث أنها تشرف على 13 ولاية أخرى وأيضا يعني الموقع الفريد لهذه القنصلية للناخبين الذين يأتون ليس فقط من 13 ولاية ولكن أيضا من الولايات المجاورة في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك اجتماعات كبيرة من أفراد القنصلية للتجمعات في الشعبية للجالية لشرح العملية الانتخابية والرد على كل الأسئلة كان هناك المستشار شريف الفخراني وأيضا المستشار عمرو كريم كانوا يجيبون في كل مرة عن الأسئلة كان هناك حديث بالأمس قد خصصنا به القنصل العام السفيرة هويدا عصام للقاهرة الإخبارية وأكدت أنها قد أتمت بالفعل كل التجهيزات اللازمة للناخبين سوف أيضا تحدثت على أن هناك تعاون بين القنصلية وشرطة مدينة نيويورك أمل سوف يتم شبه إغلاق للشارع الموجود به القنصلية لسهولة نزول الناخبين من سياراتهم أو حتى الناقلات الذين كانوا بشكل يعني فردي بينهم وبين بعضهم البعض سوف يأخذون حافلات حيث بعضهم سوف يأتي من ولايات بعيدة هناك خصوصية كبيرة أمل لولاية نيويورك وولاية نيوجيرسي على الأخص حيث أن هناك كثافة كبيرة من المواطنين المصريين هناك قرابة أكثر من 50,000 من المصريين في هذه الولايات في الساحل الشرقي أيضا تحدثت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام للقاهرة الإخبارية بالأمس أمل بأن أيضا كبار السن سوف يكون لهم من الأهمية بمكان وسوف يكون لهم التصويت بشكل مريح للغاية الساعة الآن بدايات الصباح من الأهمية أيضا أن أنبه عن هذه النقطة أن التصويت سوف يبدأ في أقل من 9 ساعات من الآن حيث الآن دقائق بعد 12
صباحا من اليوم الانتخابي الأول. وأيضا تحدثت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام بأن ما من أي مشكلة سوف تواجه الناخبين إلا وسوف نقوم بحلها. وأيضا بالأمس هذه نقطة أخيرة أمل معك، بالأمس كان هناك محاكاة من البعثة الدبلوماسية في القنصلية لكيفية المرور من البوابة الأولى واصطفاف المواطنين حتى الإدلاء بأصواتهم والخروج بارتياح وبأمان من مبنى القنصلية الواقع في الأفينو الأول والقريب من الأمم المتحدة. نعم ياسر نور الدين، طبعا بطبيعة الحال ستبقى معنا لمعلومات أكثر وتفاصيل للمشهد في هذه الولاية التي أشرت لأهميتها بنيويورك. مراسل القاهرة الإخبارية بنيويورك ياسر نور الدين ومعنا مستمرون في هذه الجولة مع مراسلينا. خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية معنا الآن من فيينا. بعد التحية خالد، ترى ما الملامح لديك بشأن التصويت الانتخابات الرئاسية المصرية والإجراءات المتخذة؟ تحياتي إليك حساني وأمل. بالفعل أتمت السفارة المصرية في العاصمة النمساوية فيينا كامل استعداداتها لاستقبال الناخبين المصريين في تمام الساعة 9 بالتوقيت المحلي للنمسا، 10 بتوقيت القاهرة. وحتى منتصف الليل أمس كنت مع فريق السفارة المصرية، وصرح السفير محمد الملا سفير مصر لدى النمسا أن السفارة أتمت كامل الاستعدادات واتخذت كافة الإجراءات التي تيسر على الناخبين المصريين الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الرئاسي. النمسا بها 9 مقاطعات، جميعها سوف يصوت في مقر السفارة المصرية في فيينا. وقال السفير الملا إن السفارة على اتصال على مدار الساعة بغرفتي عمليات في القاهرة، واحدة في مقر وزارة الخارجية والثانية في اللجنة الوطنية للانتخابات. أيضا تحدث السفير المصري على أن السلطات النمساوية اتخذت أيضا كافة الاستعدادات لتأمين العملية الانتخابية والتيسير على المواطنين وإخلاء أماكن لركن سياراتهم التي قد يأتون بها. الجالية نفسها في النمسا حساني منذ عدة أسابيع وتقيم العديد من الفعاليات للتوعية بسير العملية الانتخابية، وتم ذلك من خلال النادي المصري في فيينا وكذلك اتحاد المصريين في النمسا وغيرها من الكيانات المصرية التي طافت المقاطعات 9 للنمسا. أيضا فيما يخص توقعات بالإقبال على التصويت، يعني يعتبر يوم السبت ويوم الأحد هما اليومان الرئيسيان لإقبال المواطنين بالنظر إلى كونهما عطلة نهاية الأسبوع، والتجمعات المصريين في المقاطعات كافة قد أعدوا بالفعل حافلات كي يأتوا في مجموعات حتى مع أطفالهم وصغارهم، وأكدوا على أن تواجد الأجيال المختلفة للمصريين المقيمين في النمسا في هذا الاستحقاق الرئاسي المهم يعزز ربط الأجيال الثانية على وجه الخصوص بالوطن الأم بمصر. نعم، الجديد فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي تجرى أيضا في النمسا سنكون معك فيه في الساعات القادمة خالد. إذن الانتخابات الرئاسية القادمة مشهد مشرف حقيقة لانتخابات رئاسية تجرى في خارج مصر، حيث تسطر الدولة المصرية مرحلة جديدة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 5 انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، تعد هذه الانتخابات حقيقة استكمالا لما تخطو إليه الدولة المصرية بقوة نحو مسار التحول الديمقراطي الذي يتسم بالتعددية وبالتنافسية السياسية
لذلك تشهد مصر حالة من الترقب تزامنا مع اقتراب موعد عملية الاقتراع في الخارج وفي الداخل أيضا. الهيئة العامة أو الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أعلنت القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، أيضا أعلنت رموزهم الانتخابية. القائمة النهائية للمرشحين تضمنت كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورمز النجمة وأيضا المترشح محمد فريد زهران ورمز الشمس وعبد السند يمامة ورمز النخلة حازم عمر ويملك رمز السلم. إذن المشهد الانتخابي يبرهن على الانتخابات الرئاسية المصرية في العام 2024 تحقق التعددية والتنافسية وتعكس أيضا حرصا واضحا من الهيئة الوطنية للانتخابات على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، والتي تثبت أيضا في مختلف تحركات الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين لهذه الانتخابات التي تتم تحت إشراف قضائي كامل. إذن هناك خلفيات وانتماءات واضحة للمرشحين الأربعة تعكس تحقق مبدأ التعددية الحزبية والسياسية بجدارة، لأن التعددية هي الصبغة الواضحة والأساسية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، ويتنافس فيها أيضا من مختلف الأحزاب السياسية مع الانتماءات والإيديولوجيات المتعددة لهذه الأحزاب. أيضا تمتع هؤلاء بجماهيرية واسعة، ومع بدء ساعات التصويت في الانتخابات الرئاسية تشير الأنباء الواردة من هناك عن استعدادات لأبناء الجالية المصرية المقيمة في محافظة البريمي للانطلاق لمقر السفارة المصرية في مسقط للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. من مسقط بسلطنة عمان أحمد أبو الفتوح نائب المنسق العام لحملة مواطن. بعد تحية السيد أحمد، نتحدث عن هذه الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 وأهمية هذه الانتخابات من حيث أنها تشمل تعددية وأيضا تنافس بين المرشحين الأربعة، وكيف ينعكس هذا على تصويت الجالية المصرية المتواجدة في سلطنة عمان؟ تحياتي يا فندم، صباح الخير، معك أحمد أبو الفتوح محفوظ من سلطنة عمان من مسقط، بكلمك دلوقتي من داخل اللجنة الانتخابية. أنا خرجت بره اللجنة الانتخابية عشان أعرف أتكلم مع حضرتك، أنا بكلمك من السفارة المصرية. بصراحة العرس اليوم مش انتخابات، النهاردة عرس سياسي جميل بيشهده المصريين بالخارج وبيشهده المصريين في سلطنة عمان بالأخص. النهاردة احتفالات وكرنفالات، احنا مش عايزين نقول كلمة الاحتفالات عشان احنا حزانة على اخواتنا في غزة وربنا يرحمهم طبعا، لا احنا بنقول ان احنا النهاردة عاملين زي مهرجان لاخواتنا المصريين هنا، وعاملين كمهرجان العاب للاطفال، وعاملين حديقة كاملة للاطفال، وعاملين حاجات جدا جميلة جدا جدا جدا. اللي هم أعضاء نادي الجالية قايمين بشغل عالي جدا لاستقبال المصريين من كل ناس. تخيل يا فندم إن في ناس جاية من صلالة من مسافة تبعد 1200 كيلو متر، طالعين من أمس من امبارح الساعة 9 بالليل لسه ما وصلوش لحد دلوقتي، طالعين بدون مقابل، طالعين لحب للوطن، طالعين عشق للوطن. الناس دي طلع عشان بلدها، الناس دي طلع عشان بتحب بلدها وغيورة على بلدها. النهاردة عرس انتخابي نتشرف ونفتخر بيه قدام العالم كله. طبعا لو في صورة جات لحضرتك، العملية الانتخابية بدأت وبدأ يتوافد الناس على الرغم من النهاردة نعرض هذه الصور، نعرض هذه الصور طبعا سيد أحمد، نعرض أيضا الجاليات المصرية. لكن هل هناك غرفة عمليات مركزية في سلطنة عمان؟
للتواصل مع الجالية المصرية كما قلت في مختلف الأماكن البعيدة أيضا والقريبة، وبالتالي حتى يعني نتحدث عن الندوات للتوعية بأهمية هذه الانتخابات التي تسبق هذه الانتخابات الرئاسية. يا فندم بالفعل الغرفة قائمة منذ مدة، غرفة العمليات قائمة منذ مدة، وتم التواصل مع المواطنين بكافة الجهات وبتعاون كل الجهات الاجتماعية اللي موجودة وباشتراك كبير مع نادي الجالية المصري الذي يترأسه الدكتور عبد الرحمن عاصي والمهندس خالد الشال. بصراحة النادي عامل مجهود كبير للتواصل مع المصريين بالخارج ومصريين بسلطنة عمان ومعاهم داتا ومعاهم كونتاكت لكل مصري موجود هنا وبيقدروا يتواصلوا معاهم. فعلا أقامت غرفة العمليات للتواصل مع الناخبين اللي جايين من الباصات من مسافات بعيدة ومن المحافظات الأخرى ومن محافظات العاصمة من محافظة العاصمة كمان. وبالفعل يا فندم بدأ يتوافد الناخبين وإن شاء الله غرفة العمليات بلغتنا إن الباص اللي جاي من البريمي محافظة تبعد 4 ساعات خلاص قرب على وصول. الباص اللي جاي من صلالة يبعد 1200 كيلو، 2 باص مش باص واحد اتحركوا امبارح بالليل هيوصلوا في خلال ساعة ونص. في باصات تانية جاية من صلالة اتحركت من شوية. يا فندم الناس بتيجي علشان حب للبلد. الناس جاية علشان غيورة على بلدها وعلى وطنها مصر. النهاردة إن شاء الله هنشهد معاكم عرس سياسي في سلطنة عمان وليس انتخابي. الناس طلع حب وعشق للبلد وللوطن. طيب هنا يعني هذه الانتخابات تحمل أستاذ أحمد كما نعلم شعار التعددية الحزبية والسياسية، لأن هناك طبعا 4 مرشحين يعني لكل مرشح يعني انتماءات طبعا وإيديولوجية معينة وبرنامج انتخابي معين يقدمه للمواطنين وخاصة للجالية المصرية المتواجدة في خارج مصر، وأيضا الحديث حول أن هذه الانتخابات يعني تخضع لإشراف قضائي كامل، فلك أن تحدثنا عن هذه النقطة بالتحديد وخاصة فيما يتعلق بالإشراف القضائي الكامل الذي يصاحب هذه الانتخابات وعملية الانتخابات في سلطنة عمان في عقالة سيد أحمد. فيما يتعلق بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية يا فندم لا غبار عليه بصراحة. هو حيادي جدا في الإشراف القضائي في العملية الانتخابية. والفعل احنا شفنا ده يا فندم لما بدء العملية الانتخابية اليوم في الساعة 9 الصباح. نعم طبعا، وانت تحدثنا عن هذه الصور في سلطنة عمان لوجود الناخبين واتجاههم الى مقر الانتخابات المختلفة من الجالية المصرية في سلطنة عمان في ظل انتخابات تعددية وتنافسية بشكل واضح ل4 مرشحين. إذن أشكرك من مسقط بسلطنة عمان، كنت معنا أحمد أبو الفتوح نائب المنسق العام لحملة مواطن. وأيضا لازلنا في هذا التواصل مع مراسلين في كافة العواصم العالمية والعربية، ومن باريس خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. تحياتنا إليك خالد. خالد، السفارة المصرية في باريس كانت قد أعلنت عن بعض من الشروط وأوضحت كيفية التصويت، نعود للتذكير بهذا الأمر، وأيضا يعني اللمسات الأخيرة أعتقد أنها انتهت بموضوع الترتيبات لاستقبال المقترعين في اليوم الأول للاقتراع. تفضل خالد. نعم أمل، بعد التحية لك والحسين ولكل المشاهدين، الجالية المصرية أو المصريين بفرنسا الحقيقة ليس فقط الجالية المصرية، هناك مصريين يقومون بالدراسة الدارسين المصريين، وأيضا هناك من يقومون بزيارة العاصمة الفرنسية باريس أو حتى بالجنوب الفرنسي. هم بعد أقل من 3 ساعات أمل وتمام الساعة 9 بالتوقيت المحلي في باريس، 10 بتوقيت القاهرة،
القاهرة حتى التاسعة مساء بتوقيت باريس، العاشرة بتوقيت القاهرة. سيكون المصريين أمام هذا الاستحقاق التاريخي الذي وصف بالتاريخ خلال فعاليات كانت تقوم بالتجهيز لهذه العملية الانتخابية، وبعد أن أصبح للمصريين في الخارج الحقيقة في ظل الدولة الجديدة الحق في الانتخاب. السفير المصري بالأمس منذ ساعات فقط انتهت اللجنة الخاصة بالتنظيم اللوجستي واستقبال كبار السن والنساء والأطفال وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، هناك لجان لاستقبال هؤلاء. هناك أيضا تحديات كبيرة منها بعد المسافات، أمل باريس هي العاصمة ولكن هناك بعض من المصريين، صحيح باريس تشهد العدد الأكبر من المصريين ولكن في بعض من الدول في بعض من المدن يكون فيها عدد من المصريين، منها مدينة ليل ومدينة نانت وستراسبورغ وطبعا بعض المدن الأخرى. أما في مارسيليا فالقنصلية العامة أيضا ستفتح أبوابها بعد أقل من 3 ساعات، و سيكون هذا الاستحقاق أمام القاطنين بإمارة موناكو ومدينة نيس ومدينة ليون وسانت تيان وتولوز، وبالإضافة إلى مدينة مارسيليا ومدينة مونبلييه. العدد الأكبر من الدارسين هم متواجدين في مدينة ليون، وكانت هناك أخبار عن أن هناك حافلات ستقوم بنقلهم، ولكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار المتغالة فيها القافلات للحافلات ستؤدي إلى أن هؤلاء الطلبة سيحضرون عن طريق سواء القطارات أو حتى سياراتهم الخاصة للحضور والأداء للإدلاء بأصواتهم والقيام بهذا الاستحقاق التاريخي. اليوم ويوم عمل، ومن المنتظر أن تشهد الأيام يعني السبت والأحد إقبال أكبر، ولكن أمل سنكون معكم من هنا ومن أمام السفارة على مدار الساعة، السفارة المصرية في باريس، لنقل هذه الأجواء. كل ما يمكن القول هو أن السفارة المصرية في باريس والقنصلية العامة في مارسيليا أبلغت كل المعلومات التي وردت إليها من الهيئة العليا للانتخابات، وأيضا قامت بعض من الروابط والجمعيات والاتحادات بنقل الشروط وأهمية امتلاك بطاقة الرقم القومي وجواز السفر ساري المفعول، ولا بد أن يكون المواطن مقيد بهذه القائمة. إذن نحن أمام أقل من 3 ساعات وتبدأ هذه العملية هنا بالعاصمة الفرنسية باريس. الحقيقة هناك أيضا كثير من الأماكن التي تم إغلاقها نظرا للبرد الشديد وإمكانية سقوط أمطار. يعني السفارة الحقيقة قامت بالاستعداد وتوفير كل ما يلزم لأن تكون هذه العملية عملية سهلة ويسرة، وأن يختار المصري من يريد من المترشحين الأربعة، وبصفة خاصة أمل أن كل وسائل الإعلام الدولية والمحلية تتابع هذا الموضوع. نعم، يعني رغم كل بعض من الصعوبات والتحديات التي أشرت إليها خالد، نتمنى أن تكون في سلاسة بالمقترعين في باريس وفي باقي المدن الفرنسية، سواء الأمر متعلق قليلا بالمناخ هناك أو بالظروف الاقتصادية وصعوبة التنقلات، لأن سنتابع معك ولازلنا في ساعات الصباح الأولى، وكما أشرت اليوم هو يوم عمل وسيكون غد وبعد غد يعني أيام العطل. سنتابع معك بعملية الإقبال والاقتراع من باريس. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية معنا في جولة المراسلين. إذن ما زلنا معكم في رصد الصور الواضحة في تصويت المصريين في خارج مصر في هذه الانتخابات في المصرية لعام 2024 التي تحمل شعار التعددية والتنافسية. انضم إلينا من مسقط بسلطنة عمان سيادة السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان. بعد التحية سيادة السفير، إذن كيف تبدو المعطيات بالنسبة للجالية المصرية المتواجدة في سلطنة عمان نحو التصويت في هذه الانتخابات الهامة، الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، والأولوية أيضا للتصويت في ظل وجود 4 مرشحين، كل مرشح منهم يعني له برنامج انتخابي واضح؟
صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. النهاردة يعني الجمعة 1 ديسمبر قامت السفارة باستقبال السادة المواطنين الناخبين في سلطنة عمان اعتبارا من الساعة 9. نشهد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين للتوافد إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم. الحمد لله الترتيبات والتجهيزات كانت يعني ممتازة، وتم تقديم كافة التسهيلات للإخوة المواطنين لتسهيل قدومهم أو تسهيل إجراءات إدلائهم بأصواتهم. تسير العملية الانتخابية في مسقط بكل سلاسة ويسر، والأجواء مهيئة والظروف مهيئة لأن يتوافد مع مدار اليوم وعلى مدار اليوم أعداد أكبر، والإقبال يزداد والمشاركة واضحة الحمد لله. هنا سيادة السفير، وأنت تحدثنا على الصور، حقيقة نعرض صور عبر شاشة القاهرة الإخبارية اللي هي الجالية المصرية في سلطنة عمان، وهم يتوافدون للتصويت في هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2024. لكن هناك مسافات بعيدة سيادة السفير تربط يعني بين هذه المدن، يعني أو تتباعد هذه المسافات، كيف يتم وصول هؤلاء للتصويت في مقر اللجنة الانتخابية؟ يعني مع حضرتك يعني طبعا السلطنة يعني كبيرة من ناحية المساحة وتشمل عدد من المحافظات والولايات، والإخوة المواطنين يتواجدوا في أرجاء السلطنة جميعا الحمد لله من خلال التنسيق الذي كانت تقوم به السفارة مع التنظيمات الجالية خاصة نادي الجالية وغيرها من التنظيمات. تم تدبير وتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين من الأماكن التي يتواجدوا فيها في المحافظات البعيدة عن مقر اللجنة الانتخابية في مسقط، وإن شاء الله بتتوافد إلينا الجالية من هذه المحافظات من خلال التعاون مع نادي الجالية والمواطنين المصريين الذين كانوا يقدموا كل التسهيلات لأبناء الجالية لسهولة انتقالهم ووصولهم إلى المقر الانتخابي في مسقط. لكن ماذا عن غرفة العمليات المركزية في مقر السفارة سيادة السفير، التي يمكن أن تتابع كل ما يحدث وأيضا تزلل أي مشاكل قد تعترض هؤلاء الذين يأتون للتصويت من الجاليات المصرية؟ غرفة العمليات طبعا موجودة في السفارة تعمل على مدار الساعة حتى قبل الانتخابات وفي أثناء العملية الانتخابية لتقديم كل التسهيلات وتقديم كل وتذليل وتيسير العملية الانتخابية على الإخوة المواطنين، والحمد لله تسير العملية بكل سلاسة ويسر، والأمور يعني مبشرة جدا بمشاركة واسعة وبمشاركة قوية، وهذا الذي دائما نحن نلمسه ونستشعره ونجده في المواطن المصري خاصة في السلطنة، فهو لديه حس وطني قومي عالي ويعلم أهمية هذه الانتخابات خاصة في هذا الظرف الدقيق. نعم، سوف نكون طبعا مع جديد هذه التطورات في سلطنة عمان بشأن تصويت الجالية المصرية في هذه الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024. أشكرك من سلطنة عمان سيادة السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان. وينضم إلينا من الرياض جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية. صباح الخير جمال، كنا نتحدث مع زملائنا مراسلي القاهرة الإخبارية ببعض العواصم الأوروبية وندرك أن اليوم يوم عمل هناك، أما بالنسبة للعواصم العربية وتحديدا الرياض فهو يعتبر اليوم عطلة، فهل سنشهد بعد ساعات وبدء صناديق الاقتراع والإقبال سيكون هنالك إقبال نوعا ما، سيكون هنالك تحرك، وكيف هي الترتيبات لديك في الرياض؟
نعم أمل، بالفعل يعني ربما بعد دقائق قليلة سنشهد مشهد جديد متكرر للعرس الديمقراطي الذي ستشهده مصر في هذه الأونة، ربما باصات وحافلات تنقل عدد كبير من أبناء الجالية المصرية التي انتقلت من مدن خارج العاصمة السعودية الرياض وأيضا من الأحياء المتواجدة هنا في العاصمة السعودية للمشاركة في العملية الانتخابية. ربما يعني المشهد من خلفي كما نراه مشاهدينا السادة المشاهدين أن المشهد يعني بدأت أبناء الجالية التوافد قبل موعد الإدلاء بأصواتهم قبل يعني ساعة وساعة ونصف إلى مقر القنصلية العامة التي فتحت أبوابها إلى استقبال الناخبين. مقر السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية ربما هو المقر الرئيسي، والإضافة أيضا إلى أن هناك مقر آخر في مدينة جدة لاستقبال الناخبين من المنطقة الجنوبية والغربية، وهنا يعني المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية. ربما المشهد الذي نراه الآن وسنشاهده بعد قليل يعبر عن حرص الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية باستمرار في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المصرية. ربما أن الجالية المصرية كان لديها حراك مختلف خلال الأيام الماضية، وهي الأكبر في الجاليات حول العالم. الجالية المصرية هنا تعدادها يقترب من 3 ملايين مصري يعيشون هنا في المملكة العربية السعودية. كان هناك حراك ما بين الجالية المصرية وبين رموزها لحث المصريين للمشاركة. منذ قليل شاهدنا عدد من المشاهد التي يعني كانت تسعد المصريين الذين توصلوا إلى مقر السفارة المصرية، وهو قيام بعض المتطوعين من أبناء الجالية بإحضار يعني خدمات لوجستية سواء كانت مياه، عصائر، أيضا كراسي متحركة لخدمة ذوي الإعاقة. هناك الكثير من التحركات التي يقوم بها أبناء الجالية المصرية حتى هذه اللحظات. ربما الساعة الآن التاسعة إلى ربع بتوقيت المحلي في المملكة العربية السعودية، وبعد 15 دقيقة تقريبا سنبدأ في فتح أبواب السفارة أمام الناخبين الذين سيشاركون في الإدلاء بأصواتهم. ربما كان هنا أيضا السفير أحمد فاروق ورئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس اللجنة الانتخابية المشاركة، وأيضا تواجد السفير طارق المريجي القنصل العام المصري وسط أبناء الجالية المصرية المتطوعين الذين جاءوا إلى المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من هذا الصباح. نعم جمال، يعني مع مشاركة هذه الشخصيات وتواجدها ومع العدد الهائل للجالية المصرية في الرياض، نترقب معك أيضا مع بدء صناديق الاقتراع عذرا وبدء عملية الاقتراعية، سنكون معك أيضا لدى وصول كما أشرت هنالك وصول عدد وأيضا توافد أعداد أخرى من هذه الجالية الكبيرة في المملكة العربية السعودية. سنكون معك جمال وصيف مراسل القاهرة من الرياض. إذن انتخابات رئاسية هامة تعددية وتنافسية من ملامح الجمهورية الجديدة في جمهورية مصر العربية. هذه الانتخابات يعني ثمرت مسار سياسي واضح استمر على مدار عام مضى، وهو الحوار الوطني الذي تضمن 50 جلسة. ناقشت هذه الجلسات كل القضايا المتعلقة سواء كان بالجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي التي تهم الوطن والمواطنين أيضا الذين شاهدوا وتابعوا وحضروا هذه الجلسات المهمة بمشاركة من أكثر من 50 حزبا سياسيا. تحدث في هذه الجلسات للحوار الوطني أكثر من 2630 متحدثا. إذن الديمقراطية الحديثة في مصر تظهر في واقع الخريطة الحزبية المصرية التي أفرزت عددا كبيرا من المرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية التي نراهم. كل مرشح يحمل برنامجا خاصا، كل مرشح له أيديولوجية أيضا واضحة، وبالتالي المواطن هو الذي يمكن أن يختار من خلال هذا البرنامج الواضح للمرشحين الأربعة ومعطيات ما يتضمنه هذا البرنامج. الآن في دبي بالإمارات العربية بدأ التصويت بالنسبة للجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة، كما نرى في هذه اللحظات توافد عدد كبير من الجالية المصرية وهم يقفون في طوابير كما نرى انتظارا لدورهم في التصويت للمترشحين في هذه الانتخابات التي تظهر حقيقة حجم الديمقراطية المصرية، وأيضا كيف أنها هذه الانتخابات تبدو مرحلة مفصلية من تاريخ الجمهورية الجديدة.
التي تستكمل فيها مصر خطوات البناء نحو مستقبل التنمية بحلول عام 2030. إذن هنا خدمات لوجستية كبيرة مقدمة للجالية المصرية. نتيجة معكم إلى كيف تبدو الأجواء في تركيا، معنا من أنقرة عمر أحمد. بعد التحية عمر، ونتحدث حول دبي في الإمارات العربية المتحدة، نعرض هذه المشاهد مباشرة لهذا التصويت. لكن كيف تبدو الأجواء لديك في تركيا، وخاصة فيما يتعلق بالملامح للخدمات اللوجستية المقدمة للجالية المصرية وإزالة المشاكل والمعوقات أمامهم للتصويت في هذه المرحلة؟ نعم حساني، بعد التحية، بالفعل نحن الآن أمام القنصلية المصرية في إسطنبول على ساحل مضيق البوسفور، القنصلية التركية، وكذلك يوم أمس كنا في السفارة، السفارة التركية في أنقرة كذلك أنهت كافة الاستعدادات اللوجستية والخدمية لتسهيل عملية الاقتراع للمواطن المصري في هذه الانتخابات. طبعا هنا يعني اليوم يوم الجمعة هو يوم عمل، وكذلك بعد حوالي يعني بعد دقائق سوف تبدأ عملية فتح أبواب الاقتراع للمواطنين. حاليا هناك هدوء نوعا ما، ولكن يتوقع أن يعني تبدأ عملية توافد للمواطنين المصريين خلال الدقائق القادمة بشكل مكثف، وكذلك خصوصا يوم السبت والأحد هو يوم العطلة في تركيا، يتوقع أن يتم يعني التوافد بشكل أكبر خلال أيام العطلة. طبعا الاستعدادات كاملة وعلى كافة المراحل، القنصلية المصرية في إسطنبول يعني تكلمت مع كل الجهات المعنية، إن كانت مع بلدية إسطنبول أو الجهات الأمنية كذلك، تأمين عملية الانتخابات بدون أي مشاكل تذكر، وتأمين محيط السفارة كذلك، وكذلك تسهيل عملية وصول الناخبين إلى مقر القنصلية لطبعا الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المهمة التي قد تحدثنا مع أكثر من مواطن وناخب مصري فيها في تركيا، كانوا يؤكدون بأن المشاركة هي واجب وحق في نفس الوقت، وواجب تجاه مصر في هذه الفترة المهمة والحساسة والحرجة كذلك، يعني الحفاظ على استقرار مصر في هذه المرحلة. وبالتالي المشاركة في هذه يعني الانتخابات هو مسؤولية تقع على عاتق المواطن لدعم بلده ووطنه و الوصول به إلى يعني مصاف التنمية ومصاف الأمان خلال فترة طبعا فترة حرجة تعيشها منطقة الشرق الأوسط خصوصا بعد الأحداث في غزة. طيب عمر، يعني هناك طبعا أكثر من مكان فيه جالية مصرية، ليس في أنقرة فقط ولا في إسطنبول لكن في أكثر من مكان، فكيف يبدو التواصل هنا مع الجاليات المصرية فيما بينها للوصول إلى مقر المراكز اللجان الانتخابية، وبالتالي التصويت أيضا بالنسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كيف يتم التعامل معهم في لجان الانتخابات؟ بالذات حساني تكلمنا مع المسؤولين في القنصلية وكذلك في السفارة حول موضوع تسهيل ذوي الاحتياجات، تسهيل عملية الانتخاب لذوي الاحتياجات الخاصة. أكدوا لنا بأن كل الإمكانيات موجودة، وفي حال قدوم أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فإن كافة الإمكانيات الموجودة في القنصلية والسفارة سوف تستنفر لمساعدة هؤلاء، كذلك للأداء أدلاء بصوتهم دون أي معوقات. طبعا التخاطب والتواصل مع المواطنين المصريين هو موجود على صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك عبر الأرقام إن كانت موجودة، و المواطنين والجالية المصرية متواجدة في إسطنبول بشكل مكثف، وأكثر مدينة تحتوي على الجالية المصرية هي إسطنبول. عدد الناخبين أو عدد المواطنين المصريين المقيمين في تركيا بالمجمل هو قرابة 40,000 مواطن مصري، ولكن لا يوجد أرقام رسمية حول عدد الناخبين الذين يحق لهم
المشاركة في الانتخابات يعني دواعي العمر أو السن تجاوز السن المسموح بالإدلاء بالأصوات، ولكن إسطنبول هي المدينة الأكثر لا. التي تحتوي على الناخبين المصريين عفوا الذين سوف يأتون إلى مقر القنصلية العامة في القنصلية المصرية في إسطنبول للإدلاء بأصواتهم. كما ذكرت القدوم يكون اليوم، ربما يوم غد ويوم يوم الأحد سيكون مكثف أكثر نعم. من اليوم، نظرا لأن اليوم هو يوم عمل كامل فيه. نعم، وبالضرورة طبعا سوف نكون معك في جديد تصويت المصريين في تركيا وعموم تركيا. أشكرك إلى الآن من أنقرة عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة. إذن كنا معكم في هذه الجولة السريعة مع مراسلي القاهرة الإخبارية في العديد من العواصم الأوروبية والعربية للوقوف على سير العملية انتخابات الرئاسية المصرية مع أول يوم للاقتراع لأبناء مصر في الخارج. مستمرون معكم مشاهدينا، ونلقاكم على رأس الساعة مع نشرة إخبارية مفصلة.